بعض المرات كنخرج نمشي تيسع الخلا ما يشوفني حتى شي واحد فيهم وكنبقى نبكي. ما قدرتش انا نزود الكلوه، الا زودت الكلوه زولت روحي. من ديك الاحلام المزعجه اللي كنشوف مفوش عندي وليت الحمد لله مرتاحه. كنت نقول يا ربي ان كنت انا واحده من هادي تيبراو. خديته انا وفاع لي الله. انا جربت هذا الشيء وهذا الفيروس سي ما بقاش عندي في الكبده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الأوفياء، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج ولا تيأسوا. نتواجد اليوم بإقليم سيدي سليمان غرب المملكة المغربية، وبالضبط بمنزل السيدة الزاهية والتي عانت ورم خبيث بالمتانة وروماتيزم العظام. فتابعوا معنا مشاهدين الأوفياء مسيرة ومعاناة السيدة مع المرض، وكيف كانت المنتجات الطبيعية التي تقدمها مراكز الهاشمي كافية لشفائها شفاء تاما. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالا الزاهية مرحبا بنا عندك. مرحبا الزاهية، مرحبا عندكم. بارك الله فيك. لالا الزاهية عرفينا بنفسك، شحال في عمرك؟ 60. 60 سنة. العمر كله إن شاء الله. عندك شي وليدات؟ عندي إن شاء الله، عندي تبارك الله بنيات ووليدات زويجات. كلهم كبار، كلهم زوجتيهم، ارتحيتي، تهنيتي عليهم. إيوا الحمد لله، الله يخليهم ليك والله يخليك ليهم. آمين لاله. احكي لي شنو المشكل اللي كان عندك؟ شنو المرض اللي كنتي كتعاني منه؟ إيوا جاتني النبولة مريضة منها. مشيت دوزت. باش كنتي كتحسي؟ تنحس بالنبولة حاشاك. حرق البول؟ لا حرق البول ما كانش، داك الشيء هو الدم حاشاك. من شتا داك الشيء مشيت زربت بها، مشيت للطبيب دوزت درت العملية. دار لك الطبيب عملية؟ دار لي العملية. شنو علاش دار لك عملية؟ شنو كان عندك؟ عندي النبولة فيها قال لك شي الحيمة ورم حيدها. قال لي يوم من بعد بقيت تبعي معايا ما كلش درتو تشريح لذاك الحيمه داك الورم اللحمي. تحاليل خلصنا عليها التحاليل والدواء، ودرنا تحاليل في الاول درنا تحاليل في التالي في هذيك الشيء اللي حيدو مني خرج ورم خبيث. هي هذيك قال لك بقيت تبعي معايا كل شهر. يعني خصك حصص ديال الاشعه. تبعت مع شي 3 شهور وليت الرابعة مشيت عنده وقال لي ضروري غتجيبي لي من غتجي غتباتي الليلة راه غنديرو لك ندخلو لك كيما دخلنا النوم الأولى نفتحو نشوفو واش كاين. شديت أنا خفت ونيت ما جمعتش خاصو 120,000 ولا 130 ما نعرف ما بقيتش عاقلة. هي هذيك درت رجايه في الله. كان عندك حتى مشكل ديال الروماتيزم؟ الروماتيزم كانوا عندك يعني كانوا عندك امراض اخرى كتصاحب لهذا المشكل ديال الورم اللي كان عندك في النبوله؟ كان عندي الحساسيه. عندي الحساسيه وكان ظهري تيضرني. الله يجيك. هي هذيك. كان عندك روماتيزم؟ الروماتيزم والحساسيه. مشيتي للطبيب عطاك الدواء على هذا الشيء؟ لا ما نكذبش عليك، الحساسيه كنت نتبعها مع تنشري الشوكه ديال العام تندقها. من تتحك عليا تمشي للطبيب تيدقوا لي الشوكه تعطوني الرابوس. هي هذيك. هو الظهر ما نكذبش عليك دوزت النوم الاولى وما قضى فيا والو، دوزت الثانيه قلت صافي اللي عطى الله هو هذا ما عندي ما نعمل. الالام الحريق. احكي لي على المعاناه ديالك مع الروماتيزم باش كنتي كتحسي؟ الروماتيزم تيضرني ظهري من تنتحنى ما تنتقعد، من تنتقعد ونبغي نتحنى ما تنقدر. ركبي تيضروني الله يجيك، ظهري تيضرني. ودابا الحمد لله. ما تقدريش تنوضي ديري هكا شي الشغالات ديال الدار؟ لا تندير الشغل ولكن انت تنتمشى. لا واش كل واحد يدير لي الشغل اللي ما درتو انا بني. تنتمشى تنولي شويه تندير شغايلي، من تنقعد ما تنقدرش نوض وصافي. كان عندك مشكل في الوقوف؟ كان عندي المشكل في الوقوف ما نوقفش داغي. تنتمشى خير الله عاد تنوقف مزيان. وليداتك حسوا بك في هذا المرض هذا؟ عانوا معاك؟ ايوا هما اللي بالو بيا الله يرضي عليهم، هما اللي صيفطوا لي الفلوس باش فتحت وباش شريت الدواء وباش درت كل شيء. ما راهم ولا ما كانوش الوليدات هذا ما عنده لا خدمه لا لطمه، لا خدم شي لا جا ما ياكل.
ايوا وليداتي بنياتي هما اللي يعاونوني والله يرضي عليهم. وكيفاش مشيتي للطبيب؟ فاش مشيتي للطبيب دار لك تشريح، يعني خدم من داك الورم، خدم من داك الورم اللي عندك في المثانه البوليه ودار ليه تشريح. كيف فاش جا عندك الطبيب قال لك هذا راه ورم خبيث، كيفاش كانت يعني كيفاش حسيتي؟ واش تقبلتيها ما تقبلتيهاش؟ لاننا حنا ما تنتقبلوش شي مرض اللي هو مستعصي او لا شي مرض اللي هو مزمن ما كنتقبلوش. ومن داك الشيء بديتي تخلعت ما نكذبش عليك، دوزت هنايا ولاو قال لي سير القنيطره وفتحي على هذا الشيء اللي عندك. وليت انايا قنيطره ما عندي حتى واحد، وما مشيت عند بنت اختي في مكناس، دوزت في مكناس قلت ندير جوج دويزات ونشوف ماشي على طبيب واحد. دوزت هنا واللي دوزت في مكناس قال لي 1.5 مليون العمليه باش تفتحي. واللي جيت بحالاتي تجمعوا لي بنياتي، لقيت واحد جيد بحال وجهكم. مشيت لفاس، فاس رخص عليا، دار لي كل شيء تما، دار لي التحاليل، دار لي تخطيط القلب، ولا دوز لي فتح لي ب 130. واخا فاش فتح ليك دار لك التشريح، دار لك تحليله لذاك الورم اللحمي اللي زولوا ليك، دار لي التحليل 30000 باش داروا التحليل، دار صيفطوه برا. واخا خلينا من هذا، يعني باش حسيتي فاش قال لك راه عندك ورم خبيث وخصك تتبعي معايا حصص الاشعه، باش حسيتي؟ كيفاش كانت رده الفعل ديالك؟ ايوا حسيت عظامي شويه خفوا. لا يعني فاش جا عندك قال لك راه هذا الورم اللي عندك راه ورم خبيث خاصك تتبعي معايا الاشعه، واش تقبلتيها؟ جاتك عاديه ما تقبلتيهاش؟ لان حنا ما كنتقبلوش ورم خبيث في الداس ديالنا. ما نكذب عليك بنيتي، قلت له اودي لم كتب لي الموت ما عاد ديما نعمل، قال لي راه عندك مرض خايب. دابا حنا فتحنا لك، قعدت عدو 3 ايام بتعدو تما، نهار 4 ايام جيت بحالاتي، جيت معايا حاشاك هذيك اللي داير ليا تا خوات ما بقى فيها لا دم لا والو، داروا لك ساك يورينير داك البوش ديال البول، ديال البول حاشاك. هي هذيك جيت قعدت يومين ولا 3 ايام هنا، وليت ثاني عنده حيدها ليا، قال لي صافي راه عندك الماء مزيان راه صفى ما بقى حتى حاجه. هي اللي قال لي هو دابا غتبعي معايا تتقتليني ولا نقتلك؟ قلت له علاش اولدي نقتلك ولا تقتلني؟ بقينا نضحكوا بحالك. الله يجيك اولدي، انت باقي صغار مني انا، انا كبيره لا نموت انا، انت وقعد وليداتك ما كاين باس. قال لي غتبعي معايا حتى للنهايه. قلت له حقا واخا ان شاء الله. وليت ثاني جيت بحالاتي، وليت ثاني عنده خطرتين، داوني الطفلات بناتي، مشيت عنده قال لي دابا نتولي هذه الخطره غتجيبي ثمن باش فتحنا لك النوم الاولى وتباتي باش ندخلوا نشوفوا اشنو كاين. اما هكايا التلفازه ما محقنش مزيان. هي ديك انا خفت، جيت بحالاتي تبعت مع الشيخ الهاشمي. وكيفاش عرفتي مراكز الهاشمي؟ انا ثاني اختي الله يرحمها مسكينه كانت مريضه بداك الشيء. هذيك الله يكتب السلامه جاها الله يكتب السلامه في الكبده. واخا تبعت معاكم وقال ما تبعتش الدواء ولا كيفاش، كانت حاله متقدمه والاعمار بيد الله، كانت حاله متقدمه حقيقه ماشي كذب. الامر بيد الله، حتى انسان مني كيبتر بالمرض ديالو مني كيكشفوا يلاه بدا، كيكتشف المرض انه يلاه بدا، راه كيكون ضمن واحد النسبه الشفاء. ماشي بحال تنقولوا حنا تيزرب على داك المرض باش ما كيزيدش ينتشر، باش ما كيزيدش يدلع يمشي لشي اعضاء اخرى في الجسم. كاينه حقيقه هي هذيك، ولات غوتت لي بنتها الله يرضي عليها، قالت لي خالتي سيري تبعي مع الشيخ الهاشمي، راه اش كاين واحد السيد راه حدانا بحالك راه ولا لاباس ما فيه حتى حاجه. هي هذيك صيفطت الطفله مشات لعندكم، قلتوا لي خليتها تبرا فاتحه، قالت لكم بيه، قلتوا لي خليتها تبرا وعاد جي. كانت العمليه مازال عندك جديده. هي قالت لي ولي فوكاش فتحت ترتاحي شويه من ديك العمليه الجراحيه. هي هذيك، ولات جات الطفله ولات مشات لطنجه، جابتها لي من طنجه. يوم جابتها من طنجه قالت لي هات يمي دابا تكملي عاودي راسك سيري. واخا فاش استعملتي ديك الجرعه الاولانيه جابتها لك من طنجه باش حسيتي؟ واه حسيت شويه ما بقى فيا حتى حاجه، وليت خفيت
ما بقيتش جيتي كتحسي راه كاين واحد التحسن شويه. ايوا راه يعني الحاله راه ما بقاتش كيف ما كانت في الاول. لا لا وليت شويه عظامي خفوا تبدلت ارتحت. ايوا قاعده تقول لي وانت ارتحتي على ما كنتي. ايوا هي هذيك الله تبارك وتعالى. خديتي الجرعه الثانيه من سلا وليت جيت لعندكم خديت الجرعه انت اللي مشيتي لسلا. انا اللي مشيت ليها. كيفاش جاك الاستقبال؟ كيفاش استقبلوك البنات؟ لا لا استقبلوني لا عمرهم قالوا لي اش كاين. قلت لهم كيفاش واش فايته الديه من عندنا ولا؟ قلت لها ودي ما ديتش من هنا. جابت لي بنتي من طنجه ولكن منين الدوسي عندهم. طلعت الفوق قالت لي راه كاين الدوسي هي هذيك عطاتني. خلصت جيت بحالاتي وليت عاد شديت الدواء. شحال المده اللي استنيتي باش خديتي العلاج ديالك؟ قلت استنيت شي نقول لك 4 ايام نقول لك 5 ايام ما نكذبش عليك ما بقيتش عاقله. حيت مشيت انا ما عرف قلا مشيت بالسبت ولا بالجمعه ما عرفاش مشيت انا ما بقيتش عاقله. هي هذيك قالت لي وسيري تنغوتوا لك. وليت لقيت واحد جيده بحال جاكوب تما كان قالت لي علاش غتمشي وتولي قاعدي معانا حق لك وقت اللي غتجيب دي فيه الدواء وسيري. هي هذا من طبع المغاربه الحمد لله. الحمد لله. هي هذيك شويه الريحه ديال المنسوبيه وداك الشيء قالت لي علاش غتمشي؟ قعدت تما كاين لحق الوقت جيت لعندكم شديته وجيت وجه العيد الكبير. استعملتي الجرعه الثانيه؟ ايه عملتها الحمد لله. كي قالوا لي كتبوا لي تتبع كاتبه لي كل شيء. شنو خديتي هذه الجرعه مناش كتكون؟ الاولى لقيت فيها العسل وما عرفتش عشوب ولا شنو جوج قرايب عشاب عشوب وعسل ولقيت الحساسيه هذيك تاعت الحساسيه بحال زيت الزيت ديال واقيلا داك الشانوج الكحل زيت ديال الحساسيه اييه ولقيت الماء شربي كاس من الوقت للوقت ديال الرقيه الشرعيه اييه ديال الرقيه الشرعيه ولقيت الدهين ديال الظهر والدهين ديال المفاصل والدهين ديال الدار كامله زيت الرقيه الشرعيه كيتدهن به الجسم كامل اييه هذا هو اللي بديت به في الاول الاولى والتاليه التاليه ما فيهاش العسل بزاف هذيك التاليه فيها العشوب اكثر من العسل فيها العشوب اكثر من العسل يمكن وقال فيها حتى التومه واللوز والقرقيع هذيك الخلطه جديده اييه خلطه جديده ثقيله شويه ثقيله شويه القرعي جوج عامرين زمعه والله يرحم بها الوالدين الحمد لله الحمد لله استعملتي الجرعه الثانيه كانت كافيه للشفاء ديالك اييه رجعتي للطبيب على داك الورم وليت لعط للطبيب قلت صافي قالت لي سيري ولي للطبيب قلت لها بنتي انا ما بقيتش قاده نولي للطبيب كلهم كل شهر رانا عييت غنتبع هنا نشوف نتبع الشيخ الهاشمي ولوز رانا خضيت جوج جرحات من عند الشيخ الهاشمي غندوز هنايا ونشوف واش غايقول لي بعدا دوزت قال لي جيبي لي الوراق تاع التحاليل علاش دايره العمليه اييه ديت له الوراق تاع التحاليل وليت جيت بحال قال لي راه سي بس ما كاين وليت جيت بحالاتي حتى داك الطبيب اللي كان تيقول لك خصك ديري الاشعه الحمد لله ما بقيتيش محتاجه لدوك الاشعه اييه داك الحصاص وداك هذا ما بقيتيش محتاجه ليه الحمد لله من بعد ما خديتي جوج جرعات الحمد لله صافي الحمد لله ولات الحاله ديالك ولات الحاله ديالك الحاله ديالي ولات مزيانه ما بقيت ندير حتى من حاجه نكذب على داك الالم اللي كان عندك ديال المفاصل حتى تاع المفاصل وليت زوينه وليت شويه الحمد لله هي هذيك الحساسيه اللي كانت عندك مشكل ديال الصدر اللي كان عندك لا ما بقاش الحمد لله الحمد لله واستغفر الله الحمد لله ايوا الله تبارك وتعالى كيدير السبب كيدير السبب قالوا اسمك عبدي وانا نعينك هادشي اللي كاين ولا بد الله تبارك وتعالى ماشي انا كل واحد اسكت واش كل واحد تيقول الشيخ الهاشمي الله يعمره الحمد لله راه الدواء ديالو راه زوين كاين بعض الوحده تيقول لك ما توافقش لينا قلت له كله مرضو دابا خديتي جوج جرعات اييه الحمد لله الحمد لله حسيتي بتحسن كبير اييه مابقاش عندك مشكل ديال الالام ديال المفاصل لا ما مشكل روماتيزم الحمد لله حساسيه الحمد لله ما بقات حتى حاجه اييه بالنسبه لهذاك المشكل اللي كان عندك في المتانه مشيتي للطبيب قال لك الحمد لله ارتاحي راه ما بقى عندك حتى شي مشكل وما تخافي من حتى شي حاجه اييه الحمد لله عطينا شي كلمه شكر في حق الدكتور محمد الهاشمي شنو ممكن تقولي للدكتور محمد الهاشمي الله يكون من منه الله يحفظه الله يستر قلت لك الله يكون منه
ودار مع الناس وولينا لاباس على العشوب ديالو. الله يكون منه زرع زريعه والله يحفظه، وندعو ليه بالستر وندعو له بالتيسير والله يخليه لينا. اللهم امين. الله يخليه لينا. اللهم في بال مشو لقاو اللي جا مريض يجي لقاو ويبالي به وتعطيها اش قال، تعطيها اش قال قيمه وتعطيها وقت وتعطيك كل من هي حاجه. الله يحفظكم والله يستركم. اللهم كلكم. اللهم حتى نتوما الله يحفظكم، حتى نتوما تلقوكم تعطونا اش قال قيمه وتسولونا وتديرونا كل شيء. الله يرحم بها الوالدين والله يكون منكم. بارك الله فيك والله يزيدك الشفاء في الشفاء ان شاء الله، ونتمنى نكونوا سبب في شفاء جميع المرضى ان شاء الله. انتم الله يسهل عليكم كلكم. بارك الله فيك. الله يكون منكم والله يعطيكم مناوين في خاطركم يا ربي. امين. اللهم امين للجميع ان شاء الله. امين. الحمد لله رب العالمين. احكي لينا على المعاناة ديال السيدة ديالك، انت عايش معاها في الدار، انت الزوج ديالها، انت كنتي كتشوفها قدام عينك كيفاش كانت كتعذب. احكي لينا المشكل اللي كانت كتعاني منه، وكيفاش خدات هاد الاعشاب ديال الدكتور الهاشمي، وكيفاش برات، وكيفاش ولات كتبان لك من بعد ما خدات هاد الاعشاب. كانت في الاول مريضة بزاف، ومشات فتحت وصيرات فلوس كثيرة، تنقول لها يا هاد المرض تقي الله ديري يقينك على الله. ومشات من طبيب لطبيب لطبيب، مشات عند واحد الناس قالوا ليها راكي غير تتعيي على راسك، سيري جيبي الدواء من عند الدكتور الهاشمي في طنجة ولا في الرباط ولا في هذا، وراكي غتستافدي مزيان وغتشوفي الحالة ديالك كي غتولي. دارتني توم ومشات تسبق ومشات عند الدكتور الهاشمي في الرباط ولا في ناجي، وجاب الكرتون ديال الدواء الأولى جا وبقات تتحسن وبقات تهضر وبقات تقول لي كذا كذا، بقات تنوض وبقات تسمع لنا شي هضره واعره، وبقات تاكل ضربه بضربه عندي في التبصيل. تاكل انت تضرب مزيان، ولات تنشوف فيها الاخيار ديالها واللون ديالها كيتبدل، كبحال تتقشر ولات كتحسن تتحسن للافضل. والله العظيم بالله تنشوف فيها ولات واهلي في نجي تنقول لها صحيتي، تقول لي انت الله يعطيك كذا 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 ديرينا غانتي انا غنمرض انا غنموت صح. وشافت واحد الراحه البال بزاف، وهي تشوف فيها دابا والله الا بخير الحمد لله، والله الا بخير دابا تاكل لك خبزه ودير الدواء وتاكل لك هادي وتنوض وتسيق ودير، كانت ما تدير حتى حاجه. كان عندها الالام كان وحده ما كانت تدير وكتمشي حال، دابا راه بخير. الدكتور الهاشمي الله يزيدنا في يامو والله يسترو والله يعطيه خسر في الجنة، والله يجعله تكون مستقبل عند ربي الحبيب. دكتور الهاشمي أعطاها الدواء وبقات تتبع وشربت مزيان وتحسنت، والله يحسن ليه طريقه من الشوك ومو الخدامة ديولو. اللهم آمين يا ربي حبيبي. احنا مزوقين فيه، احنا مزوقين فيه ورا شافنا، ونطلبوا من سيدي ربي الحبيب يعاونو من هو في قلبه. اللهم آمين يا ربي. السي سيدي زين عندهم الله يشلينا فيه والله يطول لنا في عمره، إلا تحسن على هاد الدول اللي لأن الإخ الناس اللي تيمشوا عندو والله العظيم، وخا تكون لأن مشاو عندو غير بالنية ديالو يشافيهم الله، تكون عندهم غير النية الكاملة. النية هي كل شيء. شوف يكون عندو النية فيه مرض خر ويشرب الدواء ديالو ويبرى من عند الله. هذه هي الجرعة كيف ما خديتي الجرعة الأولى بحال الجرعة الأولى والثانية، دابا أنت غتوريني طريقة الاستعمال ديال كل حاجة. هذه هي الجرعة ديالك، أنت غادي توريني طريقة الاستعمال. لا ولكن غادي تكوني هانتي هذه الحساسية واخا هادو أعشاب كديرهم في المطايب، هادو المطايب كتخليهم يتلقوش فيهم مدة 10 دقائق، كتصفي وكتشربي هذيك اللي كتاخذي قبل الفطور على الخوة. هذا العسل، العسل شنو الطريقه اللي كديري العسل؟ المعشقه في الصباح جوج معاشق جوج كدير لي كبار كل 8 السوايع. اييه كل 8 السوايع كتاخذي جوج معالقات كبار. اييه داكشي اللي كدير. هذه ديك العشبه اللي حمراء، اه هذيك اللي قلت لك ديك الخطا عقلتيها اليوم بحال الضاربه. معلقه صغيره هذه مور الماكله وكلشي. هذيك وقت ما خديتيها مره واحده في اليوم، مره واحده في اليوم. وهذه ديال المعده، هي كاين ديال المعده كاين مرتين في اليوم صباحا ومساء. هذا الزيت الرقيه الشرعيه،
هذه ديال الدار كامل الجسم كامل مع الدعاء دعاء الشفاء. هذا ديال الظهر والله يكون من يدهن على الزرعة. الظهر مرتين في اليوم. هذا هو ديال الحساسية، زيت الحساسية. هذا زيت المفاصل على الآلام ديال المفاصل اللي كان عندك، وهذا يشرب ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم، معلقة في الفطور، معلقة في الغداء، معلقة في العشاء. يستحسن أنك تأخذيها وسط الأكل باش ما تحسيش بذاك المذاق ديال الزيت. وهذا الماء ديال الرقية الشرعية كاس في الفطور، كاس في الغداء، كاس في العشاء. وكلام الله الرقية الشرعية صنتيلها وكتري الأدعية الشفاء، والله يجيب لك الشفاء. بالنسبة لطريقة الاستعمال ما عندكش مشكل فيها، واضحة ما عندك شي مشكل في طريقة الاستعمال؟ لا والو، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، هذا من فضل الله. الله يبارك الحمد لله، الله يبارك الحمد. الله يكون منكم ابنتي، الله يجازيكم على قدامكم. اللهم امين، اللهم امين. تنشكركم على الضيافة ديالكم، ودرنا لكم ما سخيناش بكم، حليتوا لينا بابكم. كنشكركم على الضيافة، على حسن الضيافة. وبارك الله فيك، بارك الله فيك، ما سخيناش بكم. وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقة اليوم، كنضربوا لكم موعد جديد مع حالة شفاء جديدة. دمتم في أمان الله.